بس خلونا نروح ليوهانا من هولندا، الله يرحمها. عاشت في مصر أكتر من 15 سنة، حبت مصر لدرجة مذهلة مذهلة. قعدت في قرية اسمها البعيرات، أوصت في وصيتها أنها عند الوفاة تدفن في هذه القرية المصرية. تعلقها بمصر كان مذهل. هي صحيح مش أول مرة حد يتعلق بمصر بهذا الشكل وبهذا الحد من أوروبا، بس وجب أن إحنا نشوف قد إيه الناس حبانا، وقع في غرامنا، وقع في عشقنا. شاركت يوهانا في العديد من الأعمال الخيرية والمجتمعية في القرية اللي أقدر أقولك بتاعتها. الأهالي حبوها وتعلقوا بيها هم كمان. معانا على التليفون الأستاذ محمد جيلاني، وهو المسؤول عن تنفيذ وصية يوهانا. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا يا معالي الباشا، أخبارك؟ زي الحال، كله تمام؟ الحمد لله. الله يخليك. البقية في حياتكم يا أخي؟ الحمد لله تمام. الحمد لله وشكرا. هو حضرتك يوهانا دي واحدة من العشرات الأجانب، أيوة، اللي عايشين معانا في قرية البعيرات الأقصر. أيوة. الأجانب دول حضرتك بيجوا مرة واتنين زيارة عادية في الأول، وبعد كده بيتبصوا في المكان اللي هم عايشين فيه معنا. بعد كده لو معها بيت في هولندا او انجليزية او في انجلترا او في فرنسا، أيوه، بتبيع البيت وبتيجي تقرر تعيش في مصر. رائع. بيحصل تفاعل بيننا، بين عاداتنا وتقاليدنا وسلوكهم في الحياة برا. العادات والتقاليد بتاعتنا بيتبصوا منيها، من ناحية الأسرة، من ناحية الترابط الاجتماعي، وإحنا حضرتك بيحصل تفاعل معانا من احترامهم للمواعيد وللشغل، فهم بيعيشوا معانا هنا، وإحنا لما مؤاخذة بنتقبلهم كويس. فلما بيكون معانا أي حاجة في القرية هنا، زي هنبني مدرسة، هنبني مستشفى، وحدة صحية، أيوه، فحضرتك هما بيساهموا وبيساعدوا معانا. جميل. قول لي يوهانا عاشت معاكم كام سنة؟ أكتر من 15 سنة. إيه أنواع الأنشطة اللي كانت بتمارسها يوهانا وهي عايشة معاكم؟ هو حضرتك المساهمة معانا في معانا في المدارس. تمام حضرتك؟ أيوه. حضانات، حضانة بتاعت الأطفال. أيوه. في حضرتك بتبقى في جمعيات بنعملها عشان المعاقين. عظيم. الأطفال. عظيم. فهم بيساهموا بمعدات وحاجات هم بيجيبوها للحضانة وللمدارس. عظيم جدا. طيب يوهانا ليها عيلة وأسرة وأقارب في هولندا؟ حضرتك، ما احنا بناء على الوصية، أيوة، لما حصلت حالة الوفاة اتصلنا بأختها، وأختها قالت ان نفذوا الوصية بتاعتها ودفنوها في دير محارب في القرية. أيوة. عشان دي كانت الوصية بتاعتها، دي وصيتها، وأهلها أو أختها يعني تقبلوا هذه الوصية؟ طبعا، ما هي عارفة ان أختها عايشة هنا ومبسوطة. وهي اللي وصت ان الجثمان بتاعها يدفن هنا معنا. طب سؤال يبدو يعني ما فيهوش الاجابات اللي دايما تحمل المنطق، بس هو في دايما اجابات العاطفة. ايه اللي حببها في مصر وحببها في القرية عندكم للدرجة دي؟ يا معالي الباشا، حضرتك احنا عندنا العادات والتقاليد، اهتمامنا لمؤاخذة بالضيف بتاعنا. كويس. الأجنبية لما بتيجي حضرتك، بس هي كمان ما بقتش ضيفة خلاص، دي عايشت في وسطكم. ما هي عايشة وسط الأسرة يعني. انت حضرتك لو شفت النهاردة في 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 مواعيد الدفنة، أيوه، الناس اللي جات مصريين وأجانب من جميع الجنسيات، أيوه، الأسرة المصرية اللي كانت عايشة معاها. والله حضرتك العياط اللي كان وقت الدفنة
عليها وزعلهم عليها. يعني ده بيبين لك حضرتك التفاعل اللي حاصل بين الأجانب والمصريين في القرية عندنا. ده شيء كان رائع الحقيقة وشعور كويس جدا، وكويس انه احنا يعني انا عايز اشكرك الاول استاذ محمد جيلاني المسؤول عن تنفيذ وصية يوهانا. هو ده لو عكس شيء هو يعكس كم المحبة، هنا بقى الحكاية بالعكس، كم الروح المحبة والفياضة دائما بمنتهى العاطفة بإيه؟ ب ب ب ب باحتضان كل من يأتي إلى مصر، كل من يريد أن يعيش في مصر، كل من يحب هذا البلد ويحب شعبه ويقدر يتوافق مع عاداته مع تقاليده. فتلاقي مصر دائما حاضنة. مصر دي يعني أهلها، المسألة مش شوية رمل، أهلها هذه الروح. طيب على كل حال رحمة الله عليها. وتاني أرجع أقول لك المصريين حاجة تانية.